مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وردة فعل جديدة باش تكون على مباراة في الشامبيونز ليج بين مانشستر سيتي وكلاب بريك. يا جماعة اعملوا لنا لايك كان تحبوا رياض محرز باش نكملوا في السلسلة هذه متاع ردة الفعل. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتوا نمشيو ردة الفعل. دينا في ردة الفعل يا جماعة باش تبدا المباراة بعد شوي. للناس اللي تسأل رياض محرز اساسي ولا محرز موجود اساسي في المباراة هذه، ان شاء الله يقدم اداء جميل، ان شاء الله يا ربي محرز يكون في احسن ايامه، وان شاء الله يعني يقود فريقه للانتصار في المباراة هذه. اتمنى كل التوفيق للنجم الجزائري بطل العرب رياض محرز. كما تشوفوا قدامكم محرز اساسي، جريليتش موجود، برناردو سيلفا، فودين، تصور احسن تشكيلة معناتها ينجم يهبط بها غوارديولا هي التشكيلة هذه، استثناء ممكن جريليتش ممكن كان شي نجم يكون موجود، اما العناصر الاخرى معناتها لازم تكون ديما اساسيه. هذا فودين لاعب صراحه مهاري، يشكل هو فودين ومحرز ودي بروين شكلوا احسن لاعبي فريق سيتي بصراحه في الهجوم خاصه. يلا رياض، بدايات يعني المحاولات من رياض في اول دقائق. نتصور كان لعب بفودين مكان جريليتش، ومش عارف يعني في الوسط زاد لاعب احسن، احسن ما تحط فودين في الوسط. فودين على الجهه اليسار احسن. ثم مخالف الرياض في اللقطه هذه بصراحه، اما الحكم ما احتسبهاش. بعد حتى الآن ما ثماش فرص. جول، لا 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 تسلل باهي، أما فما دفعة مخالفة مش تسلل، عفوا مخالفة. هذه كورة باهية باهية باهية، هذه جول. شوي اللي عملها المدافع، أما بصراحة برافو يعني كما دخلش المدافع كانت هدف، وهذه كورة كانت ماشية المحرز أما الله غالب. جول تسلل. هدفين ملغيين للسيتي في 12 دقيقة، تصوروا. قلت لكم التشكيلة هذه نارية، تشكيلة باهية برشا. كيبدا محرز موجود، دي بروين وفودين نار. شوف فودين. يلا والكر، لكن ضيعها. حتى والكر على الجهة اليمين بصراحة ثنائية بينه وبين محرز روعة. يلا رياض خسارة. يلا يلا كنترول، ما وصلتش خسارة. كان وصلت الرياض محرز يبهذله، هذه وصلت رائعة، لحقها محرز لكن للأسف كانت نجم تكون اسيست سمح. حتى الآن ضغط من السيتي، أما ما شفناش بصراحة بريك في أي في أي هجمة خطيرة. السيتي هو اللي يهدد، هو اللي يوصل المرمى فقط في المباراة هذه. جانب واحد، هذه أول فرصة لكن إيدرسون يتصدى. يلا 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 محرز. دي بروين، هذه جول دي بروين. دي بروين شنو هذا؟ وينها صواريخك يا دي بروين؟ كنترول روعة. بابا 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 جول، ملا هدف يا كانسيلو. بابا بابا ملا ملا لاعب روعة كانسيلو، ولا معناتها بدا يدخل بشوي بشوي في الليكيب، ولا لاعب خطير برشا. ظهير معناتها لاعب ظهير تلقاه في الهجوم ويسجل لك روعه، ان شاء الله عليه. باهي كانسيلو باهي. يلا يلا محرز. بينالتي بينالتي، محرز يجيبها ومحرز باش يشوطها. يلا 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 جول. برافو 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 الفنيك رياض محرز، يسجل الهدف الاول ليه في المباراه. المهم محرز سجل وهو اللي جابها ركله الجزاء. برافو 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 يا محرز يا معلم، شنو هذه؟ والله واحد فرح على الاقل محرز سجل في الشوط الاول. بدات الشوط الثاني توا، فودين ياخذها قدامه، هذه جول محرز. والله لمسه، عاود لي اللمسه، شوف اللمسه، شوف شوف اللمسه، شوف اللمسه، شوف. كان وصلت، كان وصلت، كان وصلت برناردو سيلفا سجلها حق، تولي هدف روعة.
تمشي ضغط مخالفة لصالح بلير. هذه كرة هذه كرة هذه كرة والكر با 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 جول. قلت لكم والكر دي بروين محرز، معناتها التشكيلة هذه اللي خرج بها جوارديولا أحسن تشكيلة موجودة. برافو برافو برافو. حتى جريليتش قدم أداء باهي، معناتها كنت نتصور ما يلعبش جريليتش أحسن ما باهي، معناتها عمل الحاجات باهية. أوه محرز ولا قوى عاود في الهدف. يعني والكر يشبه المحرز بطريقة غير طبيعية، حتى في من بعيد تشوفهم تقول نفس اللاعب متى يسجل. هذي جول اوف ودين اي اوهو. شوف 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 المدافع رقم اثنين هذا. هذي جول جول ستيرلينج دخل كذا. ستيرلينج دخل معناتها استنوا برشا فرص ضايعة للسيتي ولا سيبهم على شيء بعدكم السيتي. يلا محرز يلا صار باهي باهي باهي. يلا بال بالمو الصغير بالمر اللاعب الصغير هذا يدخل البديل وحط الكرة في الجول. برافو والله باهي والله لاعب سمح ما عنده مستقبل بصراحة. من قدام محرز متى محرز هو اللي خلاه يستلم. شوف محرز ما خلاه يستلم رجع التالي و 4-0 معناتها قتلوهم. اوه اوه بدو يحاولوا فريق برق. اوهو جول به هدف تبليد الفارق. قلت لكم من اول محاولة تقريبا فريق كلاب برق يسجلوا هدف. ثم مشكلة في دفاعات السيتي راه معناتها ما تشوفوش الاهداف برشا يسجلوا. اي محرز 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 جول 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 يا محرز. يا معلم يا معلم يا معلم باب 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 ملا هدف. شوف الاستلام وبوم. كما شفتوا يا جماعة رياض محرز يسجل ثنائية ويقدم مباراة كبيرة برشا، تأكدنا قيمة رياض محرز في السيتي واللي هو من أحسن اللاعبين كان مش هو أحسن لاعب في السيتي. أما جوارديولا ظالمه بصراحة وما لعبش فيه برشا. أما إن شاء الله يعني رياض محرز ياخذ فرصة أكثر، وحتى كان ما خرجش من السيتي على الأقل يبدأ يشارك أساسي في كل المباريات، خطر يستاهل يستاهل يستاهل. ومحرز من أقوى اللاعبين في العالم. شكرا لكم أنتم على المتابعة، ما تنساوش اللايك، ونلتقاو ان شاء الله في ردة فعل اخرى. وكان تحبوا نعمل ردة فعل على المباراة اللي باش تتلعب بين بريغ ومانشستر سيتي الجاية، اعملونا لايك واكتبوا لي في قسم التعليقات. شكرا لكم، سلام.